راه خاصك توصلي لبنتك. 20 عام وانا غابره نقول لها انا ماماك. انت يا طبيبه ولا خدام عند الناس ولا شنو كديري؟ ما جيليوش ما نساهاش نكون مراتك. احسن لي المسؤوليه ديال الدراري مسكفي القانوني ديالهم ما كيدينيش الناس اللي ما يدخلوش كاملين للدار. ماشي انت تاخذ كل شيء وحنا تبقى تعطينا في 200 درهم. واش درت شي غلط في هاد العائله؟ كون ما كانش هاد العائله اللي هزاتني كون لقيتيني مرميه في الزنقه. خصو يسيني مع الشركه اللي شاده السوق، والشركه اللي شاده السوق هي الشركه ديال سعد. قال لي بعمك تخطاك تقلب بحكت. اخبارك راكم سيني كونترا ديال 20 مليون، راكم سيني الناس مخلصين جايين يتفرجوا. عفوا سير بحال هاد. تحيدي رضا من طريق هادي، وانا غنعطيك باش تحيدها من طريقك. عايدات الفات؟ بغيت تضطر لهاد الفيلا خصك توقفي معايا وتعاونيني الله يرحمك الوالدين. وخا السما ولا غادي يتقاسوا ما غاديش نخرج من ديك الدار، غنبقى تما.